علي عابد في خط الدفاع ليشاهد المباراة النهائية على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. ورنا وعي المباراة رقم 10 حمل عرب حلوة هدف يحرز الهدف الأول لصالح فريق نادي فنجان. سنترة الكرة مرة ثانية لعبة الكرة عند نادي الغار رقم 12 عند الكرة يلعبها قدام للهجوم رقم نادي الغار وحاش علي لاعب من نادي الغار وماشي ماشي نادي الغار حتى الآن ما نقص من معنويته إنما نشاف هدف رحيم انا ما اتوقع انه واحد من الفريقين يفوز لانه كل الفريقين زي ما شفت الان انتهى بالتعادل الشوط الاول وكل الفريقين قدموا مباراه قويه وصعب التوقع لانه الكره زي ما يقولوا دواره فما نقدر وان شاء الله نشوف مباراه قويه وشكرا لتحت الفرصه والله مستوى نادي الظفار هي مستوى يعني ممتاز صراحه يعني يعتبر نادي الظفار الحين من يعني الفرق كل فريق يعني يحسب بحساب لأن كان مو متوقعين نادي الظفار يعني في النتيجة هاي صراحة يعني